بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. المشاهدون الأكارم أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في طبعة جديدة من صالة التحرير. يشاركني في تحريرها الأستاذ أسامة عبد الماجد، رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة. أهلا بك يا أسامة. مرحبا، وعليكم السلام أستاذ خالد. أهلا بك. نبدأ بداية بما قالت به صحافة الخرطوم اليوم من صحيفة السوداني نقرأ: البشير بالبرلمان برنامج إسعافي لتحسين معاش الناس وتشكيل مفوضية للفساد. السوداني تحصل على مؤشرات قرارات رئيس الوزراء المرتقبة بشأن سعر الصرف وسياسات الصادر. الشرطة ضبط من يحلقون رؤوس المواطنين. القبض على المتهم بقتل الزوجين بالدناغلة داخل السجن. ومن صحيفة السوداني نقرأ ما قالت به صحيفة اليوم التالي: الجوازات ضوابط وإجراءات جديدة للسفر إلى مصر، والهيئة تعلن زيادة تعرفة المياه، وأزمة مواصلات حادة بالخرطوم. وزير الصحة بكسل: 13,132 عدد المصابين بحمى الكنكشة بين مزدوجتين. ونقف أمام عنوان الصحيفة الصيحة ومنها نقرأ: لجنة محايدة لتحديد سعر الصرف من خارج المركزي. الرئيس يتعهد بتشكيل مفوضية مختصة لاجتثاث الفساد. الشرطة توقف متورطين بحلق رؤوس شباب بتهم انتحال الشخصية. ومن الصيحة إلى آخر لحظة: نائب غوش لمثيري الفوضى، هناك سيوف وفؤوس لقطع الرؤوس. البرلمان إنجازات الحكومة يحجب ألقها قطة سمان، ضوابط جديدة للسفر إلى مصر. وفي صحيفة الأخبار تعبان دينغ للأخبار: طلبي اللجوء في أمريكا كذب وشائعات. الشرطة تحرض المواطنين لعدم الاستجابة لحملات حلاقة الصلع بين قوسين. وفي صحيفة الانتباه: الشرطة لم نقم بحلاقة الصلع للشباب في العاصمة، والرئاسة تؤكد قرب تشكيل مفوضية لمحاربة الفساد. المهدي: لا عقوبة دنيوية للمرتد في الإسلام. وصحيفة الأهرام اليوم: البشير المواطن تفهم الظروف وصبر على المعاناة، وبرنامج إسعافي لتحسين معاش الناس. وقيادات بارزة بالحزب الجمهوري تكشف عن اتفاق سري مع الوطني لخوض الانتخابات. المجهر السياسي: الشرطة تكشف تفاصيل القبض على مجموعات نفذت حملات حلاقة الشباب. حكومة الجنوب تنفي طلب نائب الرئيس تعبان دينغ اللجوء السياسي إلى أمريكا. ونختم بالرأي العام: البشير يعلن عن تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد. هذه هي عناوين صحف اليوم، فيها الكثير والمثير وربما أيضا الغريب. لكن بالأمس أستاذ أسامة عبد الماجد انعقد مؤتمر صحافي في غاية الأهمية، كان فيه مدير شرطة ولاية الخرطوم حضور، تحدثوا عن تمكنهم من حل لغز قضية زوجين في حي الدناغلة، اغتيلا كانوا في وقت سابق، تم كشف الغموض. أخبار الشرطة لم تنتهي عند هذا الحد، هناك حديث عن من الذين يقومون بحلاقات الرؤوس، خاصة رؤوس الشباب في الشوارع العامة. أنا سأبدأ من هنا، ومن بعد ذلك سنقف أمام الخبر الآخر المتعلق بالقبض على المتهم بقتل الزوجين بالدناغلة داخل سجن. لكن خبر الشرطة أعتقد يحتاج إلى وقفة، لأن السؤال ما زال يطرح الآن: من الذي يحلق أو من هم الذين يحلقون الرؤوس؟ طبعا معظم الصحف جاءت على هذا الخبر. إذا نفى مدير شرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة حقوقي إبراهيم عثمان قيام أي قوة نظامية بحملات ضد المظاهر السالبة ومتمثلة في حلاقة رؤوس الشباب بعدد من أحياء الولاية، معلنا ضبط عدد من الأفراد انتحلوا صفة نظاميين وقاموا بحلاقة رؤوس عدد من المواطنين بمنطقة معمورة وسط الخرطوم، في وقت طالب فيه المواطنين بالرفض وعدم الرضوخ لمطالب حلق الرؤوس. وكشف عثمان في مؤتمر صحفي عن ضبط السلطات عصر أمس عددا من الأفراد انتحلوا
صفة قوات نظامية وأجبروا عددا من المواطنين على حلاقة رؤوسهم، إلى آخر ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي. إن كان النفق تم من قبل قوات الدعم السريع ومن قبل الجهات العسكرية والشرطية والأمنية، يظل السؤال الحائر: من الذي يقوم بهذه الفعلة؟ وهل هم فعلا قد توصلوا إليهم، تم القبض عليهم؟ ثم من أين لهم كل هذه الأسلحة الجرارة والأزياء العسكرية؟ أسئلة والله حائرة. الموضوع يحتاج منك إلى وقفة يا أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. حالة ممارسة ملاحقة الشباب في الشوارع وحلاقة رؤوسهم تذكرني، أو ربما المفارقة غريبة تذكرني بحاويات المخدرات. تدخل حاويات إلى البلاد والكل يتساءل من الذي أدخل هذه الحاويات، حتى الآن لا إجابة. الآن من المفارقات نقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لقوات لشخصيات ترتدي أزياء رسمية تحلق رؤوس الشباب ومدججة بأسلحة ثقيلة. واضح جدا أنها تحديدا إحدى القوات النظامية التي بادرت من البداية ونفت أنها لا يصل بهذا الأمر، هي قوات الدعم السريع. البعض كان صوب اتهامات للدعم السريع أنها قامت بهذه الفعلة الغريبة في كل الأحوال. الدعم سارعت بنفي هذا الأمر. الآن كذلك الشرطة نفت بشكل أكبر تعميما من قوات الدعم السريع. كانت الدعم السريع قد رمت التهمة بعيدا عنها، تحديدا عن قواتها. الآن الشرطة رمت التهمة بعيدا عن كافة القوات النظامية. مدير شرطة ولاية خرطوم في مؤتمر صحفي أمس ذكر أن هذه القوات لا علاقة بأي قوات نظامية، بالتالي يعني لم يحول قوات القوات المسلحة إلى أن تنفي هي الأخرى من هذه القوات تتبع لها. لكن من المفارقات أن يغف الأمر عن يعني كافة الأطراف إنه تتبرع من صلاتها بهذا الأمر، لكن السؤال لمن تتبع هذه القوات أو لمن تتبع هذه المجموعات، لأنها ترتدي أزياء كاملة تتبع للقوات النظامية المختلفة. المكمن الخطورة أن يتم التحرك شخصيات ترتدي أزياء تتبع لقوات نظامية داخل العاصمة وتتحرك بحرية وتمارس هذا النوع من الحالة الهمجية التي يعني تجلب السخط على الحكومة نهارا جهارا، كما ذكرت أن الأمر تم نهارا جهارا وسط الخرطوم، يعني في مناطق وسط الخرطوم في مناطق حضرية معروفة. يعني ده خلى بعض الناس يذهبوا في التحليل، لأنه هذه القوة المعتبرة التي ترتدي أزياء وتحمل أسلحة، يعني صحيح النفي نحن بنصدقه، لكن الذي حدث يشي بأنه ربما لهذه المجموعة ربما جذور ما منطلقات ما، يعني إحنا ما عايزين نسبق الأحداث، لكن أنا في ظني هذا البيان يحتاج ربما لا أقول لشروحات، ولكن يحتاج إلى بيان آخر في وقت عاجل جدا، إنه يعرض هؤلاء المتهمون وتعرض الطريقة أو الخطة التي كان يتبعونها لمن ربما إن كانت لهم أي أطراف أو خيوط هنا وهناك. يعني الموضوع يحتاج لنوع من ثم الجزئية المتصلة بأنه حديث الشرطة عن أنه المواطنين ما كان لهم ينبغي أن يستجيبوا يعني هذه الإجراءات التعسفية من قبل هذه المجموعة المزيفة، المجموعة العسكرية والشرطية المزيفة، فهو نداء أعتقد يحتاج أيضا إلى وقف، لأنه هل يعقل أنه المواطن المدني الذي لا يحمل أي سلاح أنه يتصدى لهذه القوة التي يظن إنها هي قوة بالفعل تمثل جهات شرطية وأمنية؟ يعني هو لم يبحث في بطاقاتهم ولا هوياتهم، هل هذا هو يعني إشكال يتحمل مسؤوليته المواطن؟ أنا في تقديري أن الفعل الغريب في حد نفسه يعني أصاب القوات النظامية وتحديدا الشرطة بالذهول، لأن الأمر كان غريبا. هذه القوات لم تصل على محال تجارية، لم تمارس أي عمليات نهب، لكن غامت بفعل غريب ومدهش. يعني بعض حتى البعض عندما كان يشاهد هذه المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي كان الأمر مثيرا للضحك. يعني يتم الحلاقة رغم أنه الأسلوب كان بطريقة فيها كثير من الهمجية. البعض قال أن هذه القوات هي غير يعني بعض هذه الشخصيات اللي مارس هذا الفعل لا علاقة بالمدينة، غير متحضرة، آتي من مناطق نائية، ربما هذا التصرف لم يعجبهم. طريقة
التسريحة بعض الشباب، لكن يبقى السؤال في أنه كيف تتحرك شخصيات وجهات ترتدي الميري داخل الوطن النظامي وترتدي ميري خاص بالوطن النظامية. هذا هو السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الشرطة لاحقا وكذلك بغية الوطن النظامية. إذا نحن في انتظار هذه التوضيحات وربما أيضا يعني كشف بعض الأمور الملتبسة حتى الآن على الأقل، ليس بعيدا عن الحراك الشرطي. تم أيضا في هذا المؤتمر حديث عن إنهاء غموض جريمة الدناغلة وضبط المتورطين في حلاقة الشباب. نحن بعنينا من الخبر موضوع الجريمة. طيب طيب القبض، طيب يعني هو طبعا مؤتمر صحفي كبير، يعني كان فيه كثير من التصريحات، لكن يعنينا انه كشف اللواء ابراهيم عن القبض على معتاد اجرام نفذ جريمة قتل احمد الصادق الرفاعي وزوجته لواحظ بحي الدناغلة بحري في شهر رمضان، واكد ان المتهم تسلل للمنزل بغرض السرقة، وعندما حس به صاحب المنزل دخل معه في مقاومة فسدد له عدة طعنات قبل أن يعالج زوجته بطعنات أخرى، وقام بالاستيلاء على هاتفها وقاد العربة خاصتهما وهرب حيث تركها في منطقة الكدرو. هو معتاد إجرام طبعا. أنا ذاك في رمضان الكل والله استيقظ الخرطوم في ذاك الصباح تقول هل يعقل يحدث ذلك في رمضان ويحدث بهذه الطريقة البشعة؟ هل الدافع السرقة أم الانتقام؟ يعني الكل فسر الأمور وظلت الشرطة تعمل 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 إلى أن توصلت إلى خيوط هذه القضية الغريبة. المتهم طلع سوابق بين قوسين وكان مسجون يعني. طيب بدأنا نشيد بالشرطة، الشرطة لحد كبير يعني تكاد تكون زيرو بلاغ ضد مجهول. كافة القضايا الشائكة والتي شغلت الرأي العام في الأول الأخير توصلت الشرطة لخيوط فيها أو تابعتها إلى حد كبير، أوضحت كثير من أزاحت الستار عن كثير من القضايا المهمة. شغلت الرأي العام على رأسها قضية حي الدناغلة ببحري، قضية مقتل الرجل وزوجته في رمضان الماضي، حتى أن اهتمام الشرطة بهذا الملف وتأكيد على أنه الرأي العام مهتم بهذه القضية اضطر مدير شرطة ولاية خرطوم على عقد مؤتمر صحفي لتوضيح هذا الأمر، والأمر الثاني متعلق بحلاقة الرؤوس. لكن الهدف الأساس كان هو الحديث عن جريمة بحري لأنها بكل تأكيد جريمة هذا الرأي العام. نعم. وكذلك خاصة أن شغيغة كما علمت يعني أنه شغيغة القتيل هو ضابط في الشرطة، لكن ترك الأمر لقوات الشرطة حتى هي التي يعني تبيس الأمر بشكل واضح ما الذي حدث بالضبط. نعم. أنا في تقدير هذا فيه قدر كبير من تطمين للمواطن بأن عين الشرطة ساهرة، الشرطة في الخرطوم متابعة لكافة القضايا، مغطي المسرح بشكل متكامل. ومن هذا المنبر نشيد بمدير الشرطة السابق الفريق أبو الهاشم الحسين على الدور الكبير الذي قام به في مسيرة حافلة في الشرطة امتدت لنحو 9 سنوات. يجب على الشرطة أن تواصل بذات الهمة والنشاط يعني في كافة أنحاء البلاد وتحديدا في ولاية خرطوم لأن هي مركز الصغر وهي الولاية الأم. نعم. لن نبعد كثيرا عن القضايا التي تهم الناس، خاصة موضوع المواصلات والمياه. والله اليوم التالي حملت إلينا خبرا مزعجا غير سار، لأنه الهيئة قد تعلن لأنه في اتجاه لزيادة تعرفة المياه وأزمة مواصلات حادة بالخرطوم. إذن كما جاء في اليوم التالي كتبت أفراح تاج الختم، شكى عدد من المواطنين أمس من انعدام تام للمواصلات بمواقف محليات خرطوم وخاصة الرئيسة منها جاكسون والأستاذ، ودعا المواطنون خلال جولة لليوم التالي الجهات المختصة بضرورة التدخل لوضع المعالجات اللازمة للأزمة، متهمين سائقي المركبات بالتلاعب بالتعرفة الرسمية ومضاعفة التذكرة. ورجع عدد من سائقي المركبات الأزمة لما أسموه بعودة صفوف الوقود في الطرمبات وقضائهم لساعات في انتظار الظفر بحصتهم. عادت الأزمة مجددا، هي ما اختفت لكن الآن أصبحت خانقة بين مزدوجتين، أصبحت تعرقل سيرورة الحياة اليومية في ولاية الخرطوم. الحديث عن أن الطرمبات عادت الصفوف مجددا هل هو سبب هذا الموضوع؟ أنا حديك آخر ما وصل في الوكالات، ونحن دائما أخبار الغد نقول بها اليوم،
هناك حديث عن اتجاه حقيقي وجاد إنه زيادة تعرفة المواصلات بنسبة 100%، وإنهم هم فقط ينتظرون موافقة أي الغرفة، غرفة المواصلات ينتظرون فقط موافقة الوالي والجهات المعنية في البناء التحتية إنه يعملوا زيادات قد تصل إلى 100%. يعني كانت بثلاثة جنيه ستصبح 6 جنيهات، والخمسة جنيهات ستصبح، وهكذا كذا على ذلك. مسألة يعني هل هذه ظروف مواتية إنه ندخل في هذا النفق والمواطن يعاني ما يعاني من رهق حقيقي في مختلف أوجه الحياة؟ طيب بدلاً أزمة ولاية خرطوم بشكل حقيقي تتمثل في الخدمات تحديداً المواصلات، الأمر الثاني متعلق بالطرق، الأمر الثالث متعلق بالصحة، رغم أن هناك مجهود كبير في مجال الصحة. نعم. لكن أزمة المواصلات منذ عهد الوالد الأسبق عبد الرحمن الخضر كانت هناك أزمة تواصلت في حيبوت عبد الرحيم محمد حسين. الآن مطالب الوالي الجديد هاشم بأن يولي هذا الأمر ملفا خاصا. هناك مشكلة حقيقية أن الحكومة تدخلت منذ وقت مبكر لحل أزمة المواصلات، لكنها كانت سببا في تعقيد الأزمة، لأن الحكومة استوردت البساطة مستعملة، لم تكن هناك متابعة لهذه البساطة، لم تكن هناك صيانة لها بشكل دوري. الآن كاف يعني معظم بساطة ولاية خرطوم تعطلت، لم تضع الحكومة حلولا بشكل ناجع للمواصلات. هذه واحدة برضو من الإشكالات. الخطوط غير معلومة بالنسبة للحكومة. أنا في تقديري أن الحكومة منذ حقبة الخضر كما ذكرت وعبد الرحيم فشلت تماما في ملف المواصلات رغم المجهودات التي قامت بها. الآن مطالب والي الخرطوم هاشم الحسين بإلى هذا الملف اهتماما خاصا، رغم أنه بدأ بملف هو كذلك أكثر أهمية، هو ملف النظافة وكذلك ملف مهم جدا، لكن المواصلات مهم. أنا أعتقد أن الحل الأنسب لمعالجة قضية المواصلات هو تحديد التعرفة. واحدة من الإشكالات الحادثة الآن أن المواصلات تجزأت، إذا عرفت أن الذهاب من خرطوم إلى مدرمان بدل أن تكون تستغل مواصلات 2 أو 2 الآن تستغل 3 إلى 4. التجزئة الآن هي سعرها أكثر من التعرفة التي سيتم الإعلان عنها 100%. أفضل أن تكون هناك زيادة واضحة ومعلنة بدل أن تكون هناك تجزئة للمواصلات. إذا أراد شخص القدوم من الثورة إلى الخرطوم ينتقل حتى الشهداء من الشهداء حتى محطة أخرى ومن هناك تاني يستغل مركبة رابعة حتى إلى الخرطوم داخل الخرطوم. من الأفضل أن تتم الزيادة بشكل معلن ومحددة ويتم هناك رغابة للمواغب بشكل دقيق حتى تتم المعالجة. لكن القضية معلومة أن توسع الخرطوم هو واحدة من الإشكالات. المشكلة الآخر هو متعلق بعدم وجود وسيلة نقل بخلاف المواصلات العادية. يعني لو كان هناك قطار كان من الممكن جدا أن يسهم في حل مشكلة المواصلات، لكن لا تتوفر سوى وسيلة المواصلات النقل، وهي إلى حد كبير ربما تكون بنسبة أكثر من 90% مملوكة للقطاع الخاص. معلوم أن هناك زيادة في أسعار الإزبيرات وقطع الغيار والزيوت والإطارات، هي كلها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة زادت من كلفة التشغيل، بالتالي هجر الناس الاستثمار في مجال المواصلات. نعم. ليس بعيدا عن الصحيفة اليوم التالي في الشق المتصل بالمياه مراجعة وتصحيح تعرفة المياه في خرطوم. أعلن المهندس نميري الرفاعي مدير هيئة مياه ولاية خرطوم عن انطلاق المرحلة الثانية من تصحيح ومراجعة تعرفة المياه في القطاعين السكني والتجاري بالولاية، وأفاد بأن الخطوة تستهدف القطاع السكني في الدرجتين الأولى والثانية. وأوضح الرفاعي خلال تعميم صحفي نقلت شبكة الشروق نسخة منه أمس الاثنين أن عددا من المواقع السكنية في الدرجة الأولى تحاسب بتعرفة الدرجة الثانية، وعدد آخر في الدرجة الثانية يحاسب بتعرفة الدرجة الثالثة، مما حتم ضرورة المراجعة وشدد على ضرورة أن تدفع كافة القطاعات تعرفة المياه وفق الاستهلاك الفعلي لها. وقال الرفاعي إن تكلفة إنتاج المياه باهظة ويتحتاج إلى أموال ضخمة لسد العجز. نعم. منذ بداية العام تحاول ولاية خرطوم تعديل فئة رسوم المياه. متوقع في ظل الأوضاع الراهنة أن يستجيب المجلس التشريعي لمطلب إدارة المياه
وإضافة زيادة جديدة في التعرفة. معلومة أن مدير مياه الخرطوم هو مهندس يمتلك شركة خاصة على دراية تامة بكلفة التشغيل، بالتالي متوقع جدا يمر هذا القرار وتتم الزيادة حتى من غير موافقة المجلس التشريعي أو لا. بكل تأكيد بكل تأكيد هي مسألة، لا لأنه والله هي مسألة ولائية. نخشى ما نخشى كما حدث للأسف في مرات سابقات أنه تتم الزيادات دي دون أن يتم وبشكل شجاع وجريء الإعلان عنها، يعني أحيانا تمرر هكذا لا أقول في الخفاء ولكن دون ما علنية لهذه القرارات. هذه المرة لو تم هذا الموضوع بهذه الطريقة في قطاعي المياه والكهرباء أنا أعتقد ده سيكون خطأ تاريخي آخر يضاف للأخطاء التي وقع فيها هذه الهيئة. لا الهيئة ما حدت لي 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 لهذا الأمر منذ فترة طويلة. الشهر قبل الماضي أطلقت تصريحات بأنه يعني أشار إلى أنه ربما ستحدث زيادة في تعرفة المياه. الشهر الماضي كذلك أشار لهذا الأمر. الآن هو الأمر أصبح واقعا يعني. طيب سياسة الأمر الواقع، إذن في صحيفة الصيحة نقرأ خبر في ظني في غاية الأهمية وليه تتبع يعني تداعيات أخرى سنقف أمامه في اجتماع لتعديل سياسات الصادر. البنك المركزي يعتمد كل وسائل الدفع المؤجل، أقر اجتماع تعديل سياسات الصادر برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير المالية معتز موسى بتكوين لجنة محايدة لتحديد سعر الصرف من خارج بنك السودان، تضم في عضويتها خبراء اقتصاديين ومصرفيين من خارج الجهاز المصرفي بجانب عضوية من اتحاد الصرافات لخبرته في التعامل مع السوق الموازي. وعقد موسى اجتماع تعديل سياسات الصادر مساء أمس وضم كل وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان وغرفة المصدرين، واعتمد الاجتماع تكوين لجنة لمتابعة سعر الصرف وإبلاغ بنك السودان لتوجيه البنوك فيما اعتمد بنك السودان في إطار المعالجات كل وسائل الدفع المؤجل، اعتماد كل وسائل الدفع المؤجل. وتوقع عضو غرفة المصدرين مهدي الرحيمة في تصريح صحفي أمس أن تسهم هذه القرارات في خدمة الصادر لجهة تضرره من السياسات الأخيرة، وكشف أن الاجتماع سمح بأن يكون سعر البيع بسعر السوق الموازي، ووصف الرحيمة هذه الخطوة بالممتازة. طبعا إن تنسى لا تنسى أنه الآن في إرهاصات خبرية أقرب إلى التسريبات الصحيحة أنه في خلال ساعات ربما في الغد أو بعد غد سيكشف معتز موسى عن خطة متكاملة للكيفية التي سيدير بها حقيبة وزارة المالية، وأيضا بوصفه رئيس مجلس الوزراء سيتحدث عن كل يعني الوزارات المعنية بمعاش الناس بالخدمات. هناك خطة متكاملة سيتم لأول مرة بعد مضي يعني أيام على ترؤوسه لمجلس الوزراء وأيضا لتقلده لحقيبة المالية سيتم الإعلان عن كل هذا وذاك في غضون ساعات كما جاء في بعض المواقع. من هنا وهناك المسألة واحدة الآن بدأت ترشح، يعني اجتماع مع مصدرين وحديث عن سياسة ما ستتبعها حكومة معتز موسى في المرحلة المقبلة. طبعا بدأ هذا أنا جيد أن يستمع معتز إلى الرأي الآخر. لفترات طويلة كان البنك المركزي هو الذي يصدر قرارات ويضع السياسات وجلها سياسات عظيمة أودت بالأوضاع الاقتصادية إلى ما هي عليه الآن، حزمة من المشاكل تسبب فيها البنك المركزي كلها يعني ضيقت على المستوردين ضيقت على المصدرين. الآن معتز موسى يستمع على الرأي الآخر من خلال تحديد من خلال استعانة بلجنة محايدة هي تضم أطراف ذات صلة بالعملية الاقتصادية. معلوم أن المرحلة هذه هي في مرحلة التحولات. الآن تم يعني تعيين مدير جديد محافظ جديد للمركز، خطوة إيجابية، وزير جديد للمالية. التحولات الكبيرة تستدعي أن تحدث تحولات في الاقتصاد بشكل أكبر وبشكل أوسع. محتز موسى في سباق مع الزمن، هو حكومته كل عمر حكومته 400 يوم مضالان منها أكثر من يعني نحو شهر أو يزيد غليلا، بالتالي مطلوب منه أن يفكر خارج الصندوق وأن يستعين بأطراف ذات صلة بهذا الأمر. معلوم أن غرفة المصدرين رجال الأعمال كل هؤلاء ذات صلة يعني لهم دراية وخبرة كبيرة في كيفية تحديد سعر الصرف الذي كان يعني متروكا في الفترة السابقة
لموظفين لمجرد موظفين بالبنك المركزي. الآن البنك المركزي عليه التعامل بشكل أوسع والتفكير بطريقة متقدمة بعيدا عن الطريقة التقليدية التي استمر المركزي في التفكير بها وأضرت بالبلاد خاصة فيما يلي سلعة الذهب. معلومة أن البنك المركزي كان لا يشتري الذهب، بل حتى عندما يعلن عن شراء الذهب كان يقدم أسعارا غير مشجعة، مما ساهم بطريقة أو بأخرى في زيادة عمليات التهريب. البنك المركزي يعني في تقديره هو المتهم الأول المتسبب الأول في عمليات في زيادة عمليات تهريب الذهب، لأن الأسعار التي كانوا يقدمها أسعار غير مجزية. حتى الآن لم يتم إنشاء بورصة للذهب، لم يتم التعامل بالسوق العالمي في عمليات شراء في شراء وبيع الذهب. الآن معتز موسى يولي الاقتصاد أهمية خاصة من خلال هذه الخطوات الإيجابية. أنا في تقدير عليه التركيز أكبر في هذا الملف، لأنه وعد بأن أزمة السيولة ستنقضي في خلال 70 يوما. الآن مضت نحو أكثر من 10 أيام على تعهداته، يجب أن يوفي بهذا التعهد. تعهد كذلك لولاية القضارب بحل أزمة أزمة السيولة بشأن الحصاد، تعهد كذلك بتوفير النقد الأجنبي للإمدادات الطبية. هي كلها تعهدات مالية واقتصادية يجب على معتز موسى الإيفاء بها، وإلا سيكون ذلك سيؤثر سلبا على سمعة حكومته. نعم، إذن سنواصل الإبحار في أخبار اليوم وأيضا في الأخبار التي سترشح في الغد بحول الله، ليس الآن ولا غدا ولكن من بعد فاصل قصير. أهلا بكم مجددا في هذه الطبعة من الصالة، والتي يشاركني في تحريرها الأستاذ أسامة عبد الماجد، الكاتب الصحفي المحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة أخ اللحظة. أهلا بكم مجددا يا أسامة. نذهب مباشرة إلى هذا الخبر لأنه استحوذ على الاهتمامات كل أو جل الصحف. هيئة الجوازات قالت إجراءات وضوابط للسفر إلى مصر. إذن أعلنت هيئة الجوازات والسجل المدني برئاسة قوات الشرطة حزمة من الإجراءات والضوابط التنظيمية للمسافرين إلى جمهورية مصر العربية بالتنسيق مع الجانب المصري. وأكدت الهيئة أن المبالغ المسموح بها للدخول أو الخروج عبر منافذ جمهورية مصر العربية $10,000 فقط، $10,000 فقط، وأي مبالغ أكثر من ذلك تعتبر تهريبا ما لم يخطر صاحبها أو يخطر صاحبها سلطات الجمارك عند منافذ الدخول، وأخذ إقرار بقيمة المبلغ عند الدخول بجانب إبراز الإقرار عند الخروج مع قيمة المبلغ المتبقي. وناشدت الهيئة بحسب المكتب الصحفي للشرطة المسافرين بعدم حمل أكثر من 5,000 جنيه مصري وأي زيادة تعرض صاحبها للمساءلة القانونية. في أعقاب يأتي هذا القرار وما دواعيه ومدى واقعيته وإمكانية تطبيقه وآثاره على المواطن الذي ينوي السفر إلى مصر؟ طيب، بكل تأكيد الحكومة قد تكون لديها معلومات أن هناك تهريب للعملات عن طريق المسافرين إلى جمهورية مصر. بالتالي كان هذا الاتفاق مع السلطات المصرية بضرورة وضع ضوابط وقيود لتحديد الأموال التي يجب أن يحملها كل شخص مسافر إلى مصر. ورأسي بكل الأحوال حتى الآن عدد كبير من الدول عندما تحاول في المطار يسألونك كم تحمل من العملات بطرفك، وعليك أن تسجل هذا الأمر بشكل رسمي. في حتى في دول مجاورة للسودان هناك هذا الإجراء يتم إعماله. بالتالي أنا لا أرى أن هذا الأمر فيه غرابة أو أنه يعني قراره موافق، بل بالعكس هو قرار صائب يضبط إلى حد كبير العملات التي تخرج خارج البلاد. نعم. طيب، بالإمكان المخرج غرفة التحكم المواطن الصحفي بإمكانه أن يتواصل معنا. عديد الملفات التي وقفنا أمامها بإمكانه أن يتواصل معنا ريثما ينضم إلينا المواطنون الصحفيون. أعود إليك يا أسامة، ريثما تأتينا هالهواتف التواصل. اليوم في خبر كده ما بين
صحف تؤكد الخبر وصحف أخرى تنفيه عن تحديد موضوع تعبان دينغ، استنطقته صحيفة الأخبار وقال طلبي اللجوء لأمريكا كذب وشائعات. طبعا في صحف قالت إنه ذهب إلى أمريكا وطلب حق اللجوء. إذا نفى النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان تعبان دينغ ما تردد حول طلبه اللجوء السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ووصف ما تردد بشائعات ونشرت مواقع إلكترونية أن تعبان دينغ تقدم بطلب لجوء سياسي في أمريكا بحجة فقدانه لوظيفته وإعطائها لزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، كما تخوف على حياته ووظائفه ومصدر رزقه، واتهم تعبان في حديث الأخبار الموقع الذي أورد الحديث بالكاذب، مؤكدا أن غرضه التشويش والتشكيك فقط، وشد بالقول إن ما يقصده الموقع واضح. وأبلغ تعبان في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء انعقاد جلستها 73 بنيويورك أن إيجاد أعطت وظيفته إلى رياك مشار النائب الأول لسلفاكير خلال الفترة الانتقالية في اتفاقية السلام المجددة، وأضاف هذا ليس مريحا. نعم. طيب بدأ نحن في آخر لحظة لم نورد الخبر لأنه حتى إلى وقت متأخر يعني. أنا يبدو لي في تواصل، أنا حييك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ خالد. ألو. أنا لا أسمع. السلام عليكم. ألو. اسمك لو اسمك لو تكرمت بداية. حسين عبد الرحيم بكبر. اهلا يا استاذ حسين عبد الرحيم، مواطن صحفي راتب، اهلا بك، تفضل. انا لدي سؤال واحد فقط، السؤال يتعلق باخبار الامس تركيز سعر القمح 1800 جنيه. نعم. لماذا حدد مجلس الوزراء القمح فقط بالتسعير ولم يحدد اسعار لبقيه المواد الغذائيه التي تهم المواطن ونسمع الحديث هموما معيشة. شكرا جزيلا. شكرا الأستاذ حسين من بربر، هو يعمل معلم ومواطن صحفي راتب، والله سؤال في مكانه وزمانه. يا ريت المواطنين أخونا المخرج يكونوا معنا يعني في ما تبقى من وقت، أول ما يكون في مواطن يدخل علينا على طول بلا استئذان كما يقولون على الهواء. أنا محتاج لإجابات حول لماذا اهتموا فقط بالسعر التركيزي للقمح. طيب انا هرجع عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. اسمك لو تكرمت بدايه. هاي محمد عوض. اهلا يا محمد، تفضل. يا اخي المسموع بالنسبه للسفر لدبي مثلا يا كم ريال مثلا؟ محمد ابعد يا محمد من التلفزيون او وطيه، اخفض صوت التلفاز او ابتعد عنه قليلا يا محمد، تفضل. قلت لك المسموع كم بالنسبه لدبي؟ أنا ما سامعك، أنا بحتذر لك، ما سمحتك يا أخوانا. دي حاجة كده أنا هقولها في هذا البرنامج وكل البرامج، الذين يتواصلون عبر الهاتف إما يبتعدوا عن التلفاز أو يخفضوا صوته قليلا، يتعاملوا فقط عبر سماعة الهاتف حتى لا يحدث نوع من الضوضاء. السعر التركيزي أبهج الناس وإن لم يكن كلهم، البعض كان يطمح إلى أكثر من ذلك، لكن عليها حال 1800 دي ممتازة. فلماذا الموضوع اقتصر على القمح ولا سواه؟ أنا السؤال ده حيكون معلق كده لحد نهاية الحلقة. أهلا بك المواطن الصحفي العزيز، اسمك لو تكرمت. آدم صالح البشير. أهلا بك يا آدم، تفضل. كيف أخبارك؟ نحمد الله، تفضل يا آدم مباشرة. الحمد لله. أهلا. بس معلش سؤال يعني، ما انا متابع الحلقات طوالي بتاعت طاقه التحرير والكلام ده، وشكرا لكم كثير انتم. نعم. ودائما بتنصحوا بالحقيقه، لكن كلامكم ده ما شايفين منه اي حاجه يا جماعه بجد يعني. صحيح. انتم بتقولوا بتجحدوا اي شيء، لكن الحكومه ما شغاله باي شيء. نعم. انتم بتقولوا ما في حاجه شغاله به، انتم بتجيبوا محررين، بتجيبوا ناس بتشوفهم وبيقول لهم شنو محررين سياسيين وكذا، لكن كلامكم ده ما لازم شيء يا اخي. نعم. الحكومة ما يعني ما عارف الحكومة يعني المفروض تسمع بكلامكم تشوف الحاجة الغلط تعدلوا، لكن انتم يشوفوا كلامكم ده باتجاه وهم باتجاه. وشكرا. شكرا يا ادم، شكرا لك، مداخلة شجاعة انا احترمها جدا. ادم نحن لا نملك عصا سحرية ولم نعد احد انه ما نناقشه هو الحلول، نحن فقط
نعري القضايا، نفتح المسكوت عنه، نحاول قدر الإمكان الطرق بصبر وجلد على أبواب المسؤولين في الحكومة إنه يستجيبوا للنداءات ومطلوبات الشارع السوداني. نحن همزة وصل، وأنا معك في كثير من الأحيان لا تتم الاستجابة، وأحيان أخرى ربما هناك محاولات أحيانا طموحة وأحيانا خجولة من قبل الحكومة. المأمول إنه هذه الشكاوى وهذه المطلوبات تجد طريقة للإنفاذ، تجد طريقة إلى الواقع. نحن بنبلغ، اللهم إني بلغت فاشهد، هكذا نحن في كل طبعة من طبعات الصالة نحاول بقدر الإمكان حتى في اختيارنا الأخبار ننتقي الأخبار التي تعنى بإشكالات الواقع السوداني من حولنا سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وثقافيا ورياضيا. والأهم من كل هذا وذاك أنه نرفع نسبة الوعي، لأنه في ظني أنه الحلول قد تأتي أحيانا من الشعوب وليس الحكومات، من خلال إيجاد فلسفة البدائل، من خلال أيضا إحداث التغيير المطلوب باتجاه مستقبل ربما يكون أفضل. أنا أسامة نستقبل مكالمة تانية يبدو لي في مواطن. السلام عليكم. طيب نجيب شوية معك. مرحب. Hello. اسمك لو تكرمت بداية. سليم عبد العلي. أهلا يا سليم. أهلا بك يا سليم، تفضل. هاني سابق كيف كمان؟ الحمد لله رب العالمين، تفضل يا سليم. يا أخي أنا بسأل سؤالي يعني بسأل موضوع تحديد المواصلات. أيوة. يعني إحنا يا أخي والله بصراحة في استمرار شيء بنعاني من الخط استمرار شيء بحري. أيوة. لأنه ما في الحدائق هنا بعمر الخط إلى ثلاثة مراحل. يعني أتذكر من استمرار شرق لبحري 3 جنيه معروفة. نعم. لقى مركب استمرار بلاستيك يقول لك 2 جنيه. مركب استمرار شرق الكيلو 3 جنيه. مركب منزل ينزلونه في الكيلو يقول له حقنا هنا لأن الشارع ما كويس ما جاز ما في. بدونا يعني هالشيء ذكي بذات ما قلنا فما نحن بعد ما نجينا في الكيلو نبلغ الحبات الجاي من التريشاب جاي من الخدر من ورا جنوب بنركب تاني الحبة من الكيلو لبحري 5 جنيه. مفهوم مفهوم يا سليم. طيب. وأنا بشكرك لأنه دي شكوى. والله يا خالد والله يا صحيح. خالد أكيد إحنا ما قادرين نرفع ذاته أفضل منه لأنه أي زول شغال بفهمه برا ما في زول تسالف. نتكلم مع السواق أو الكمسار يقول لك هذول هو عندكم معي عربية بشغلي كده. صحيح. أنا شاكر لك يا سليم، وأنت قلت بالذي كنا قد ننساه مع أنه كان في ذاكرة وفي البال، لأنه والله الشكوى في الآونة الأخيرة حول هذه القضية بذاتها أنه تجزئة التذكرة، يعني هم ما بيحترموا مسألة الخطوط المعلنة من قبل الجهات المعنية، بيعملوا خطوط بكيفهم ومزاجهم كما يقولون، وبالتالي الرحلة الواحدة تتحول إلى أكثر من رحلة، والمواطن يزداد رهقا بأنه يدفع أكثر من تذكرة، بدل تذكرة واحدة أحيانا يدفع تذكرتين وأحيانا ثلاثة تذاكر. الموضوع ده بالذات أنا أتمنى صادقا أنه يطرق آذان كل المسؤولين في ولاية الخرطوم، لأنه لا يوجد أي التزام من قبل المركبات العامة الحافلات تحديدا بالخطوط التي تم تحديدها جغرافيا. الآن هناك تجزئة لهذه التذكرة، المواطن يدفع 3 أضعاف التذكرة الواحدة للرحلة الواحدة. فأنا أتمنى أنه يضرب بحديد على ضرورة تنفيذ القرارات التي صدرت في هذا الخصوص، وأن لا تصبح فوضى. هي فوضى؟ لا ما فوضى، لأنه هذا الذي يحدث يدفع ثمن المواطن. موضوعات محتاجة منك لتعليقات بعدين نرجع نشوف موضوع تعبان دينك. أبدأ بآخر موضوع اللي هو بتاع سليم، ومن قبله اللي هو من بربر تحدث عن انه لماذا تركيزي للقمح، ماذا عن قطن والسمسم وهكذا. نعم. طيب هذا موضوع المواطن سليم اشرنا اليه في بدايه الحلقه. نعم. ان المشكل في تجزئه الخطوط وعدم رغبه عدم وجود رغبه صارمه للمواصلات. نعم. اتوقع في الفتره المقبله من خلال اجراءات التسليم والتسلم التي اتبعها الخرطوم بالوقوف في التفاصيل بشكل دقيق. نعم. اتوقع ان تكون هناك معالجات لهذا الملف. أمر آخر أن مسألة تحديد السعر التركيزي
تحديدا للجامعة نقول بداية جيدة جدا. معلومة الجامعة بعد ما سرعة استراتيجية المشكلة الحقيقية التي حدثت في الفترة السابقة المتعلقة بالخبز السبب الرئيسي فيها مسألة الجمح. بالتالي كان من الطبيعي جدا أن تكون البداية بسرعة استراتيجية. يعني ممكن تشمل سلعة أخرى، يعني هو يتوقع أنه سعر تركيزه أيضا يشمل يكون مشجع للسلعة الأخرى، السلعة الزراعية يعني. طبعا بالتأكيد من الممكن ممكن تكون هناك خطوة من الحكومة في هذا الأمر، لكن الناس في انتظار أن يتم الإيفاء بهذا الالتزام. معلوم أن السعر السابق كان 750 جنيه للجوال، الآن أصبح 1800، الآن يعني تجاوز 100%، أصبح 1800، هي زيادة معتبرة، زيادة محترمة. لكن الآن التحدي الحقيقي في أنه توفي الحكومة بهذا الالتزام، صحيح، حتى يكون هناك تشجيع لبقية كبار التجار في أو كبار المزارعين في بقية السلع الاستراتيجية. بالنسبة للمكالمة الأخيرة عن تجزئة الخطوط، قيدي أشرنا لها، لكن أنا المواطن الثاني أشار إلى مثلا قال إن إن الصالة تستضيف الناس تتحدث والناس بحث صوتها، هذه حقيقة، لكن نحن نطمئن المواطن بأن الحكومة إلى حد كبير تستجيب لما يرد في الصحف. حتى الآن لا تزال الصحف مؤثرة وغويرة، من التوزيع ضعيف لكن الصحف مؤثرة على الأقل، هي الآن هي المصفاة الحقيقية والغربال الحقيقي لما يتم لما يرد في وسائل التواصل الاجتماعي. نعم تعبان دينج، أما في مالي قال لم أطلب اللجوء، يعني لأنه تبقى الدقائق كده فنسرع شوية. نعم انشغلت صحافة الخرطوم يوم أمس، أنا أتوقع أن تكون كل الديسك الأخبار في الصحف تابعت هذا الخبر. الآن الصحف انقسمت بين بعض الصحف، أشارت أن النائب الأول للرئيس الجنوبي طلب اللجوء في أمريكا، البعض الصحف نفت هذا نفت الخبر. أنا أحيي الزملاء في الأخبار، نعم، لأنهم اتصلوا هاتفيا بتعبان دين، وهذا هو المفروض يحصل يعني. وهذا الذي المفروض أن يحصل. طيب. نفى الخبر جملة وتفصيلا، نحن في آخر لحظة لم نستوسغ من المعلومة، بالتالي تجاوزنا الخبر من أصله. لكن أنا في تقديري لا أتوقع أن يعني تكون هذه الخطوة هي، بالتأكيد أن هناك صراع داخل مؤسسة الرئاسة في دولة الجنوب، لأنه الآن وصل العدد إلى 4 نواب في الفترة المقبلة، بالتالي من الممكن جدا أن نحدث هذا التشويش. لكن الآن صاحب الأمر هو نفى، بالتالي حتى الآن نحن نقول أن تعبان ديك لم يطلب اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب، صحيفة الرأي العام البشير يعلن عن تشكيل مفوضية لمكافحة الفساد، طبعا ده في مخاطبته أمس لإنعقاد الدورة الجديدة للهيئة التشريعية، تحدث عن أنه آليات ضبح ولضبط وكبح جماح الجشعين، مفوضية لمكافحة الفساد، يعني خطاب شمل العديد من الموضوعات خاصة موضوع معاش الناس في دقيقة كده. يعني هذه التصورات تتصل بالحكومة، الحكومة في المرحلة المقبلة ما تم إنجازه وما سيتم إنجازه، هل ستلبي أو لبى هذا الخطاب كل مطلوبات الساعة السياسية والاقتصادية السودانية؟ حديث الرئيس البشير تطابق تماما مع رئيس مجلس الوزراء بالمجهودات الجارية فيما يلي معاش الناس والملف الاقتصادي. الآن رئيس الوزراء مهموم بشكل كبير بهذا الأمر، يجب عليه أن يكون هذا هو مهمة حكومته في الفترة المقبلة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة. طيب، قيادات بارزة بالحزب الجمهوري كما ورد في صحيفة الأهرام اليوم تكشف عن اتفاق سري مع الوطني لخوض الانتخابات، الكلام ده ممكن شو رايك؟ طيب، بدل المؤتمر الوطني من مصلحته هنا كافة الأطراف تشارك في الانتخابات المقبلة بما فيها الحزب الشيوعي الذي يرفض تماما أن يتفاهم مع المؤتمر الوطني ويرفض تماما أي دعوات أو أي محاولات للتغارب في بعض الأفكار بينه والمؤتمر الوطني. طيب، عاد مجددا للتصريحات السيد الصادق المهدي وهو طبعا يقيم الآن خارج السودان، وتحدث في أمور لها علاقة ببعض الفتاوى ربما والأمور الفكرية والعقدية، الرجل أطلق هذا التصريح لا عقوبة دنيوية للمرتد في الإسلام، فأي عقاب تأتي هذه التصريحات؟ هل هي مرتبطة بشيء ما؟ هل هي تعكس أنه ربما الآن انشغالات السيد الإمام هي انشغالات فكرية ودينية وليست ربما سياسية؟ في بعض الأحيان صديق المادي يطلق تصريحات من باب أنا موجود، صديق المادي يريد أن يكون حاضر في الملعب أيا كان شكل التصريح الذي يطلقه، يريد أن يكون حاضرا في الملعب حتى لو بخبر عن مباراة في التنس يلعب رياضة التنس. نعم، أنت علقت على الخبر بتاع الضوابط لأجراءات لمصر؟
علقت عليه. نعم علقت عليه، لكن انا شاعر انه الخبر ده ما استوفيناه حقه يا اسامه، يعني الزامك بانك تاخذ معك ما اكثر من 10,000 دولار، ده ما كان موجود مش كده اصلا؟ لا الان التجديد على هذا، التجديد الموضوع. فقط التجديد باتفاق. طيب الموضوع المتصل بتمديد زيارات متعدده خلال 6 أشهر، طبعا الخبر ده كبير يعني فيه تصريح كامل، انا عايزك تنور المشاهد حتى، لانه السفر الى مصر اصبح يعني معظم الناس يذهبون الى القاهره. نعم طبعا انا 10,000 دولار كافيه جدا لاي شخص يريد الذهاب الى مصر حتى لو كان في رحله علاج. الامر الثاني ان تفاهمات كبيره بين خرطوم الغائر في الفتره الاخيره لترتيب الاوضاع بين البلدين، معلوم ان اللجنه الرئاسيه العليا بين البلدين ستنعقد هذا الشهر في الخرطوم، سيصل الرئيس السيسي الخرطوم في هذا الشهر. هي كلها خطوات من باب ترتيب ملفات البلدين، معلوم ان اكثر الملفات واكثر اللجان بين اي بلدين في العالم هي التي بين السودان ومصر. بالتالي هذا ياتي في اطار ترتيب بيت وادي النيل من خلال تنظيم الرحلات سواء كان برا او جوا بين البلدين. هي كلها اجراءات سليمه وتوطد علاقات البلدين، والتنسيق طبعا معلوم ان التنسيق يحكم العلاقه بين البلدين ويجعلها في تطور وفي شكل افضل. طيب دي اخبار اليوم، في الدقيقتين المتبقيتين نناقش ما سينشر في الغد، يعني صحافه الغد ماذا ستحوي. طبعا احنا الاخبار دي جبناها من الصحافه بتاعت اليوم، لكن اخبار الغد من الوكالات الموثوقه عندنا. الخبر الاول ولك التعليق، الطرق والجسور تعلن استكمال كافه العمليات المعقده بجسر الدباسين بنجاح، وتوقعات بالافتتاح في منتصف العام 2019. نعم ده خبر مهم. هناك جهود لهيئه طرق الجسور في ولاية الخرطوم أنجزت الإشكالات التي كانت في جسر النيل الأزرق. الآن هناك جهود كبيرة تقوم بها في ميلي جسر الدباسين، وخبر صار في كل الأحوال أن يكون الافتتاح منتصف العام. نرجو يلتزموا بس بالموعد، وهو ليس ببعيد، لكن صحيح كما ذكرت نتمنى أن يوفوا بالالتزام. طيب الخبر الآخر والله مزعج ومؤسف. تاج بريس، وكالة من الوكالات يعني معتبرة، كشفت عن اعتداءات على المال العام ومخالفات ل 24 جهة حكومية، وفصلت في هذا الخبر. هذا هو أنا سيكون هذا الخبر من أهم الأخبار في الغد. صحف الغد هو هي تصريحات للنائب العام مولانا عمر. ذكر هذا الرقم، ذكر أمر آخر أنه طالب وناشد المواطنين بضرورة التبليغ عن كل عن أي جرائم متعلقة بالفساد. ذكر أنه يجب أن تقديمها. هذه خطوة جيدة. الآن كل من يتحدث سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو بعض ما ينشر في الصحف، من يملك الآن أي معلومات عن يبلغ. هذه خطوة جيدة. طيب وخطوة شجاعة من الحكومة. طيب آخر خبر من وزارة الصحة، وخبر والله ما أعرف، خلينا أقرأه لأنه يعني الكثيرين منا. 15% من سكان الخرطوم مصابون بمرض السكري. طيب افتتح بروف مامون محمد علي حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم قسم العيون بمركز جابر أبو العز للسكري، والتزم بزيادة الدعم الشهري المقدم من الوزارة من مبلغ 30,000 إلى 50,000 في وقت أكد فيه أن السكري يمثل 15% من المواطنين، لذلك جاء الاهتمام بسكري على مستوى الرعاية الصحية الأولية وتوفير فحص السكري التراكمي في 70 مركز صحي مرجعي وتدريب أطباء الأسرة. يعني أنا أعتقد ربما العدد هو أكثر من ذلك، لكن يعني خلينا كده نتكلم عن الموضوع ده. 15% من سكان الولاية على الأقل مصابون بهذا الرقم، ربما يكون يعني معقولا أو طبيعيا حال النظر إلى نسبة سكان ولاية الخرطوم. الآن الرقم بعض الرقم غير الرسمية تحدث أن سكان ولاية الخرطوم تجاوزوا 10 ملايين نسمة، وإذا قارنتها بكافة بالعدد الكلي للسودانيين هذا الرقم طبيعي. طبيعي، لكن أنا ملاحظ والله لما تقعد مع مجموعة كده بيصهر لك كم واحد يعني غايته. نحن نتمنى والله الشفاء والصحة والعافية لكل المواطنين السودانيين في الداخل وفي الخارج، وأنه الحقل الطبي يشهد نوع من التطور، وأنه تتوفر الأدوية والعلاجات المطلوبة، وأنه الأزمة التي يعاني منها مواطنو كسرة تنقشع،
لأنه الأعداد ما زالت هي الأعداد في جهود، لكن الكل الله يترقب اللحظة التي نقول فيها خلاص تم القضاء على هذه هذا النوع من الحمى اللعينة. إذن الكاريكاتير مخرجنا جيفارا لو كان موجودا، الكاريكاتير نحن كده ما حنكون شايفين، وأعمل زوم إن على أو سكرين. أيوة ده الحوار الإلكتروني، كأنما هي حجارة نغذف بها أو نغذف يغذي بها بعضنا على بعض. الحوار الإلكتروني أصبح كده يا أسامة طبعاً بهذه الطريقة. طبعا ده الحال في وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الواتساب، لأن الناس لا تعرف بعضها، أفكارها غير متغاربة من أطراف شتى يكونون جروبا على الواتساب، بالتالي طبيعي أن يكون الحوار بهذه الطريقة كما ظهر في الكاركتير. نعم الآخر كاركتير الآخر قال لي بذكرني مرتب أنا قريته دي حلقة قطن. طبعا تحية والله لزميلنا فايز في جريدة آخر لحظة، فعلا والله المرتب كل ما شاهدنا الذين يبيعون حلاوه، هي حلاوه القطن دي لسه بتتباع. ده الزميل فارس في ال... لا فايز فايز في الانتباه نعم. في الانتباه ما اخر لحظه في الانتباه نعم. فقال له المرتب، علق عليه المرتب زي حلاوه القطن طبعا طبعا. طيب نشوف الذي يلي، دي من الصحف الخليجيه، دي الحقائب المدرسيه، ده باب البيت او المدرسه، المهم هو تصداع التلميذ بحجمه الصغير انه يدخل، لكن الحقيبه لانها كبيره جدا لم تستطع ان تنفذ من الباب. والله دي مشكله حقيقيه ونحن بنعيش الان يعني عند اطفالنا، يعني الكتب كثيره جدا يعني صحيح بالسين يعني حشو ولزوم لا يلزم. نعم والكلام ده قلناه كثير، يا ريت نشوف الصوره دي الكلام لانه انا ما اعرف الكلام. ايوه ده واحد نايم. دي بعوضه، قال لا كنكشة، قلت له لا عادية بعوضة. والله يا أخي ما أعرف نضحك ولا نبكي، لكن عموما طبعا يعني هو أحيانا القريحة يعني تستمد قريحة الصامي الكاريكاتير من الواقع الذي من حولنا، رغم أنه مؤلم لكن البعض يحاول أنه يعني يحول هذه الأشياء لأمور تدعو للسخرية. ده كاريكاتير هو ما واضح لأنه أيوة كده واضح. أي دي سيارة نعم. جميلة وأنيقة، والراكب في هذه العربة أكيد رجل بيكون له وضعه ومكانته، لكن للأسف صندوق القمامة على مقربة منه يرمي بالقارورة مع أنه الكاريكاتير في الشارع، الكاريكاتير يعني فيما يبدو خليجي لكن هو منطبق على الحالة نعم. على الحالة السودانية يعني صحيح، ناس ترمي بالأنغاث في كل مكان. طبعا امبارح حملت الاخبار خبر نعم. مؤلم جدا انه 50 مليون تم اختراق حساباتهم. فده كاريكاتير والله بيعبر عن انه فيسبوك كما نرى مكبل بهذه الحبال بهذه الاشكالات يعني، ولم يعد امنا كما كان يعتقد كثيرون. تعليقك يا أسامة، وهل الموضوع ده انتهى على خير ولا لسه تداعيات؟ بالتأكيد سيكون لديه تداعيات، لأنه الاختراق حدث حتى لأرقام الهواتف المشتركين، بالتالي من ممكن تكون لديه علاقات وتأثير بالحسابات البنكية. طيب نختم بالصحف مرة أخرى، بدأنا بالصحف ونختم بالصحف، المانشيت العناوين الرئيسة التي سترشح في صحافة الغد، خاصة صحيفة آخر لحظة إن شئت الإفصاح عنها، إن لم تشاء بشكل عام اهتماماتكم كرؤساء تحرير في الغد بحول الله. لحد كبير نتوقع معظم الصحف تركز على تصريحات النائب العام. النائب العام نعم هي الأهم والله في ظني. بالتأكيد. فساد وما دراكم الفساد. أسامة عبد الماجد الكاتب الصحفي المحلل السياسي رئيس تحرير صحيفة آخر لحظة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر كل الذين تابعوا هذه الطبعة من الصالة وحتى الملتقى، دمتم في أمان الله وحفظه. شكرا يا أسامة.